السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم في هذا الفيديو سعر الدولار والعملات ليوم الأحد 23/6/2024 من قناتي أنا وحياتي. فضلا وليس أمر أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أولا، سعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء. الدينار البحريني سجل النهارده في السوق السوداء 128.97 جنيه، ريال قطري 13.33 جنيه، ريال عماني 126.26 جنيه، سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء النهارده 62.12 جنيه، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 158.63 جنيه، سعر الدرهم الاماراتي 13.23 جنيه، سعر اليورو 52.47 جنيه، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 12.96 جنيه، سعر الدولار اليوم في السوق السوداء. الشراء سجل 49.61 جنيه، والبيع سجل 50.07 جنيه. أسعار صرف الدولار والعملات في البنوك: دينار كويتي 155.71 جنيه، يورو 51.32 جنيه، ريال سعودي 12.73 جنيه، سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك 47.76 جنيه. بشكركم إخواتي، بتمنى لحضراتكم الخير والصحة والسلامة على الدوام. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله يا رب، عاجله وآجله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.